نعمل أول وصفة من تاني حلقة من حلقات بلجيكا اللي هي كيك الشوكولاتة البلجيكي. ومقادير الكيك 250 جرام شوكولاتة داكنة، 1 كوب زبدة، 1.3 كوب سكر، 6 معلقة كبيرة دقيق اللوز، نص معلقة صغيرة فانيليا، و5 بيضات. أول حاجة هنعملها هنسيح الشوكولاتة والزبدة مع بعض. ممكن نسيحهم على النار بس ممكن نعملهم برضو في الميكرويف أسهل. ولحد ما يسيحوا هنبتدي نضرب السكر والبيض والفانيليا مع بعض. هنضيف لهم دقيق اللوز، نقلبه بالراحة، مش عايزين نطلع الهواء اللي حطيناه في البيض والسكر. هيهبطوا البيض والسكر وبكده نكون فقدنا أي هواء في الكيك. وهنقلبهم برضو بالراحة خالص. يختلطوا كويس ونحطهم في صينية مجهزة بالزبدة والدقيق. هنرشها بسكر بودرة وهنحط معاها شوية توت